تدقيق الجنائي المالي، مصطلح أدخله العماد عون على الحياة السياسية من أيام المنفى، نادى فيه بعد العودة وحوله لقضيته بالرئاسة ودفع باتجاه تطبيقه تكتل لبنان القوي. الهدف منه مش انتقامي ولا تسجيل نقاط، الهدف هو كشف الجهات اللي نهبت وسرقت وهدرت المال العام ومعرفة مصير ودائع الناس ومين حول الأموال المنهوبة للخارج وإعادة الحقوق لأصحابها. كرمل هيك بدنا التدقيق بكل مفاصل الدولة من مصرف لبنان ولكل الوزارات، ولازم نميز بين اللي عم بينادي بالتدقيق بس بيعرقله بالسر وبين اللي فعلا بده التدقيق وعم يسعى بكل الطرق القانونية لإقراره. معركة التحرير خضناها وحدنا وربحناها، اليوم معركة التحرر، كشف الفساد، بناء الدولة هي معركة الجنرال، ومع الجنرال رح منكون لنوصل للحقيقة، الحقيقة يلي بتحررنا.